استمرارا لجهود الدولة في دعم المواطنين، تواصل مبادرة الحكومة لخفض الأسعار التي أطلقها مجلس الوزراء لتوفير عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة وصلت ما بين 15% إلى 25% بالمجمعات الاستهلاكية المختلفة. مدة المبادرة 6 أشهر، بيتم التوافق على مجموعة من الإجراءات اللي قامت بها الحكومة متمثلة في تدبير 50% من المكون الدولاري أو احتياجات الصناع والتجار والمنتجين من العملة الصعبة، والإعفاء من الرسوم والجمارك وتعليقها لمدة 6 أشهر، والإفراج الفوري عن كل مستلزمات الانتاج، وبالتالي هنا انا بخفض في عناصر التكلفه الرئيسيه. الاسعار بتنخفض وتقل عن اسعار السوق بنسبه 15 الى 25% عن سعر السوق بره. لو خدنا امثله من الاسعار دي، زي ما انت شايف مدى الاقبال، ان السكر مثلا بنبيعه ب 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، الرز بنبيعه ب 20 جنيه المستورد ب 22 جنيه المحلي البلدي. المبادرة شملت تخفيضاً ل48 صنفاً لسبع مجموعات سلعية رئيسية تنوعت ما بين الزيوت والسكر والأرز والدواجن المجمدة وبيض المائدة والفول والعدس والمكرونة والألبان، حيث عملت الحكومة على توفير تلك السلع من دون فرض رسوم أو جمارك وطرحها بالأسواق في كل محافظة الجمهورية. الأسعار تحفة، يعني السكر، الرز، الزيت، الدقيق، السمنة، اللحم، كلها أسعار يعني حلوة قادرين عليها، لأن هي الدنيا بتغلى والدنيا ماشية بقى معانا كلنا بتعدي الأمور. بالنسبة للأسعار برا هنا الأسعار أرخص، يعني هنا الأسعار بالنسبة هنا في المجمع هنا أحلى من الأسعار برا بكتير. حاجة كويسة، والأسعار طبعا تبقى مناسبة للوقت بالنسبة للظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بها، ونشكر أصحاب المبادرة ونتعشم المزيد إن شاء الله. هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين القطاع العام والخاص، وتستمر لمدة 6 أشهر متواصلة. إتاحة تلك المنتجات والسلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بضبط الأسعار وتقديم الدعم الكامل للمواطنين تخفيفاً لأعباء الحياة عن كاهلهم. كريم صبري، إكسترا نيوز.